بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنستكمل مع بعض شرح برنامج الساب 2000. في الحلقة دي عاوزين نعرف ازاي نوصف على البرنامج السلم الحلزوني. عندي سلم اللايف لود اللي عليه 3.1 طن على المتر المربع، الكفرنج بوينت 15، ارتفاع الدرجة 15 سنتي وعرضها 30 سنتي، كمتوسط عرض للدرجة 30 سنتي. وزن الدرجة طن على المتر المربع بيساوي ارتفاع الدرجة على 2 في كثافة الخرسانة، يطلع 19% طن على المتر المربع. الثيكنس بتاع البلاطة اللي عندي 18 سنتي، ارتفاع الدور كله 3 متر زي ما هو باين في 3 دايمنشن هنا من تحت لحد اخر السلم من فوق. زاوية السلم كله اللي هي التوتال انجل بتاعت السلم 300 درجة من الخط ده للخط ده في البلان 300 درجة. الراديوس بتاع الفتحة الداخلية للسلم نص متر، والعرض بتاع القلبة بتاعت السلم متر وربع. ندخل على برنامج الساب. اهم حاجة نعدل في الاول الوحدات بتاعتنا لطن متر، وبعدين نعمل نيو موديل جريد اونلي، نعمل ايديت جريد، نشتغل بنظام السبيسنج. انا عايز اعمل في اتجاه اكس نص متر وبعدين متر وربع علشان اعمل خط اللي هو البادي بتاع السلم اللي هو المتر وربع ده. يبقى في اتجاه اكس السبيسنج متر، السبيسنج الاوليه نص متر وبعدين متر وربع وبعدين صفر. يبقى انا كده في اتجاه اكس عملت نص متر ده الفراغ، وبعدين متر وربع ده اللي هو الخط اللي هو البادي بتاع السلم. ونسمي الخط ده 1 2 3، ونخلي البابل سايز ديت صغيره وليكن 0.5، ومش عايزين في اتجاه لا واي ولا زد اي خطوط شبكه. هنرسمها بامر اسمه اكسترود، امر سهل. اوكي، نجيب الاكس واي بلان او الاكس زد بلان مش هتفرق، كده كده هرسم في اتجاه اكس. في عندي نص متر هنا مش هنرسم فيه حاجه، وفي متر وربع هنرسم فيه خط باي قطاع. نرسم هنا بقطاع وليكن دبليو 18×35 من غير ما اعرف قطاعات الفريم اللي هي الديفولت الموجوده عندي من هنا لهنا. ده كده الخط اللي هو البادي بتاع السلم. لو جبنا في الاكس واي بلان هنلاقيه ظاهر اهو، وفي حته عندي فراغ. المفروض ان انا عايز اعمل الخط ده اكسترود اباوت محور زد. لو انا جبت 3 دايمنشن كده اهو، الخط ده عايزينه يلف اباوت محور زد، لكن في السبيس بامر اسمه اكسترود. الخط اهو، نجيب اديت اكسترود لاين تو اريا راديال اباوت محور زد. انا عايز اعمل بلاطة دائرية اباوت محور زد، بتلاقي الخط ده هيلف اباوت محور زد، هيعمل لي مسار في الفراغ. اباوت السنتر بوينت بتاعتي اكس بصفر واي بصفر اللي هي النقطة ديت. الانكريمنت ديت اللي هي العدد بتاع الزوايا والزاوية الواحدة قد ايه. المفروض ان انا عندي الزاوية الكلية على بعضها 300 درجة. لو انا هقسم السلم ده 18 قطعة، يبقى المفروض ان النمبر بتاعي افترضت ان هو 18، والانجل الواحدة هتبقى 300 على 18، يبقى كل درجة زاويتها 16، كل درجة زاويتها 16 درجة وستة من عشرة، وعدد الدرجات 18، بحيث لو ضربنا ده في ده يطلع لي الزاوية الكلية اللي هي 300 درجة. هنا هندخل بقى التوتال رايز اللي هو الارتفاع الكلي من بداية السلم إلى نهايته اللي هي 3 متر، ونعمل ديليت سورس اوبجكت علشان نلغي الخط اللي هو المستقيم اللي احنا رسمناه في الاول ده، ملوش لازمه عندي. اوكي، هنلاحظ ان هو رسمه لنا في السبيس اهو. نجيب الفيل اوبجكتس، ده السلم الهيليكال بتاعي 18 قطعه بادئ من صفر لحد زد ب 3 متر. لو انا عايز اشوفه في البلان اطبقه على بعضه في البلان من فيو سيت 3 دي فيو اكس واي، ونخلي الابريتشر ديت بصفر. ده كده اسقاطه في البلان، الزاويه بتاعته كلها من هنا لغايه هنا 300 درجه. القطاع ده هو عمله متر اللي هو القطاع الديفولت بتاعه اللي هو اريا سيكشن 1. نختار البلاطه ديت ونخصص لها الساين اريا سيكشن، القطاع بتاعها هي اريا سيكشن 1. مفيش مشكله نعدل التخانه بتاعته نخليها بس 0.18، ديت سلاب 18 اي اسم ليها. اوكي، عرفها واديها القطاع اس 18 اهي.
عايزين بعد كده نقسم البلاطه دي قطع صغيره في الاتجاه التاني. هي متقسمه في الاتجاه الدائري ده، انا عايز اقسمها في اتجاه الراديوس. edit divide area وليكن 5 في 1، يعني القطعه عدلناها زي ما هي، لكن اللي هو في الاتجاه الصغير، لكن في الاتجاه الطويل تتقسم 5 قطع زي ما شفنا كده. نحط السبورتس بتاعتنا تحت، النقط دي كلها عندها سبورتس اللي هو البادي بتاع السلم، وفوق هنا في سبورتس. قد تكون البلاطه دي مرتكزه على كاميرا، وقد تكون مرتكزه على فلات سلاب بلاطه، وقد تكون مرتكزه على شير وول. المهم ان في سبورت فوق وفي سبورت تحت. نعمل اساين جوينت ريسترين هنجد، نعرف حالات الاحمال بعد كده من ديفاين لود كيسز. نعمل كيس اسمها لايف، نعمل اد نيو لود، ونختار البلاطات كلها، ونعمل اساين اريا لود يونيفورم شيل. في الديد لود هنحط بوينت 15 اللي هو الكفرنج، زائد كمان الدرجات اللي هي الستبس اللي هي 19%، يطلع ده 34%. نختار البلاطات كلها تاني، ونعمل اساين اريا لود يونيفورم شيل، ونحط في اللايف لود. اللايف لود اللي هو قيمته 3 من 10، لكن دايما اللايف لود يتحط جلوبال جرافيتي بروجكتد. نحفظ الملف بتاعنا اسم هيليكال مثلا. اوكي، ونعمل رن ونلغي المودل. قال لي اناليسيس كومبليت، وجاب لي الديفورمد شيب نتيجه الديد لود. انا عايز البيندنج مومنت الالتيميت ده على السلم، ده على الشيلز بتاعه السلم، البلاطات بتاعه السلم. نجيب ام 1 1 اللي هو هنسلح في اتجاه اللوكال اكسس 1. في ديد وفي لايف، لازم نعمل الاول كومباينيشن، ديفاين كومباينيشنز، اد نيو كومبو وليكن هنسميها التيميت. الديد لود بسكيل 1.5، واللايف لود كمان بسكيل 1.5. اوكي، نظهر كده شيلز ام 1.1 التيميت. اوكي، دي العزوم ام 1.1 اللي هي هنصمم عليها، ونحط التسليح بتاعي في اتجاه اللوكال اكسس 1. طب انا عايز اشوف اللوكال اكسس 1 ده هو الاتجاه الدائري اللي هو التنجنشال، ولا في اتجاه الراديال. نظهر اللوكال اكسس من هنا بتاعه البلاطات. هنا لوكال اكسس 1 اللي هو الاحمر ده، في الاتجاه القصير، يبقى ده العزم بتاع الاتجاه القصير اللي انا ظاهره دلوقتي، ده اسمه ام 1.1، ده اللي هيتسلح عليه السلم في الاتجاه القصير. اكبر عزم فيه اللي هو الاحمر ده، قيمته صغيره جدا. هو اغلب الاحمال في السلم ده بتروح في الاتجاه الطويل او في الاتجاه الدائري، ده بيبقى اسياخ طوليه. نظهر العزم في الاتجاه الثاني ام 2.2، ده اللي هو يروح في اتجاه لوكال اكسس 2 اللي هو الابيض، يعني ده اللي هيمشي في الاتجاه الطويل بتاع السلم. اكبر قيمه للعزم هتبقى في نص السلم. لو عايزين نشوفها نجيب فيو سيت 3 دي فيو، ونطبق السلم على بعضه في البلان اكس واي بلان، ونشيل الريتشر دي نخليها صفر. اوكي، هتلاقي هنا عند في نص السلم بالظبط اكبر عزم عندي اهو 2.6 طن متر. هنصمم عليه ونحط التسليح بتاعي في الاتجاه الطويل، يعني هيبقى بالشكل ده كده. التسليح بتاعي في الاتجاه الطويل، والتسليح العرضي اللي هو الصغير ده هيبقى قيمته صغيره، ولازم يبقى تسليح مغلق على هيئه كنات، لان في السلم ده قيمه تورشن بتبقى عاليه، المفروض ان انا اخدها معايا في الاعتبار عند التصميم. يبقى بالشكل ده كده.
يبقى في تسليح في الاتجاه الطولي سفلي وعلوي، وفي تسليح عبارة عن كانات مغلقة قد تكون بفاي 10 أو فاي 12 حسب تصميم التورشن بتاع السلم ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.